توجيهات من السيد الرئيس انه في تمويل لكل المبادرات الخاصة بالصحة اللي تم الإعلان عنها، وانه دي أولوية. ويعني توجيهات السيد الرئيس يعني بغض النظر التكلفة البديلة، وزي ما أعلنت معالي وزيرة الصحة عندنا قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وكده هيتم فورا التعامل معها. عندنا فيروس سي هيتم فحص 45 مليون مواطن في سنة، توفير كل الاحتياجات من التطعيمات وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية فورا. بدأ تطبيق التأمين الصحي بورسعيد، كل الكلام دوت على المواطنين يطبق عليهم قد ايه يا فندم؟ بورسعيد فيه تقريبا مليون. التكلفة قد ايه؟ يعني طبعا التكلفة مش هنقدر، لكن مثلا نقدر نقول ان بالنسبة لبورسعيد توقعات للتكلفة ممكن تكون في حدود 2 مليار. بورسعيد عدد السكان هتبقى هي كل ده غير التكلفة الاستثمارية، انا بتكلم على المصروفات الجارية. المصروفات الجارية، لا انا عايز التكلفة الاستثمارية للتطبيق اللي هي المليون. الاستثمارية يعني ممكن تكلم وزارة التخطيط اكيد هيدوك التكلفة الاستثمارية لان هم بيديروا بورسعيد. طيب بالنسبة برضه يا فندم، هل هيبقى في محافظات تانية مع بورسعيد في التأمين الصحي في السنة الأولى؟ احنا بنتوقع ان شاء الله بإذن الله في محافظتين جنب بعض، بورسعيد وجنوب سيناء، ممكن يبقوا يعني التطبيق فيهم سريعا. توصلتوا الآلية لتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية ولا لسه لحد دلوقتي؟ لسه لسه. هتحصلوها ازاي الموضوع؟ بقول لك لسه، ما طالما قلنا لسه يبقى لسه ما وصلناش. قدامنا فترة قد ايه على الموضوع ده؟ هنبقى نعلم في وقتها لما توصلنا الحاجة، هنبقى نعلم في وقتها. هل في ضريبة على الفيسبوك وال الإعلانات زي ما بنعمل ضريبة على الإعلانات في الجرايد؟ العدالة بتتطلب انه ده زي ده، ما هو ده اعلان وده اعلان. كان في كلام ان هيبقى في ممثلين للمواقع التواصل الاجتماعي، هيبقى ممثلين هنا في مصر، هيبقى يعني بيفكروا ان هم يعينوا ممثلين هنا في مصر، هل هتواصلوا معاهم الفتره اللي جايه عشان تطبقوا الضريبه دي؟ يعني خليني اقول لحضرتك احنا لسه في المراحل. طيب اخر سؤال، الضريبه برضه في التجاره الالكترونيه، السلع اللي احنا بنجيبها من عن طريق مواقع التواصل المواقع الالكترونيه دي ما بتطبق عليها ضريبه قيمه مضافه ولا مش بتطبق عليها ضريبه قيمه؟ لا، المواقع عن طريق الالكتروني دوت او الانترنت لا طبعا مش بتطبق الوقت الحالي. حضرتك قدامك قد ايه مثلا عشان تطبق الموضوع؟ بس الاول نطلع المشروع القانوني ونتحاور عليه، وبعد كده التطبيق يجي بعد ما يبقى قانوني. يعني خلينا نقول انه السنه الماليه 18 19 هي سنه يعني عاوز اقول طبعا الزياده اللي حصلت في المواد البتروليه والكهرباء وكده سايبه اثر طبعا سلبي بالسلب على المواد، اثرت سلبا ده بدون ادنى تاكيد، ولكن خلينا نقول انه الدوله كدوله ماشيه في اتجاه ايجابي. خلينا نقول انه كل ما بتتاح فرصه داخل المواصنع العامه للدوله لتحسين اوضاع المواطنين لن نتراجع، ومن جزء تحسين اوضاع المواطنين هو تخفيف المصروفات اللي هي بتيجي نتيجه من الخدمات المقدمه مش على مستوى زي الصحه والتعليم وخلافه. فان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله اي فرصه موجوده ومتاحه للتخفيف على المواطنين لا نتردد فيها. شكرا على ذلك.